للمزيد من المتابعة والتفاصيل عبر الهاتف ينضم إلينا الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد ومستشار البنك الدولي سابقا. دكتور عمرو أرحب بك. أهلا بكم، مساء الخير عليكم. أهلا وسهلا. الآن عاود مرة أخرى هذا المصطلح يعود إلى الأفق، وهو تهديد الأمن الغذائي. إلى أي مدى بالفعل نحن الآن أمام هذه الأزمة الروسية الأوكرانية، العالم يعيش هذا التهديد دكتور عمرو؟ احنا عندنا ضربتين او كان تهديدين. التهديد الاول طبعا كان كوفيد 19، ولسه خارجين منه وبنتكلم على حاجه اسمها ريكفري، يعني الاستعاده او معدلات الاستعاده. وما صدقنا ان احنا خرجنا من فتره الكوفيد اللي كان فيها كلوز اب، يعني فتره اغلاق بالكامل. ده النمو الاقتصادي يرجع تاني، ونتكلم على عوده النمو الاقتصادي، يعني انشطه اقتصاديه بما فيها التبادل التجاري ومنها تبادل الغذاء او التبادل الغذائي. طبعا النهارده بنرجع تاني لمشكلة أكبر أو مشكلتين في مشكلة واحدة، هي مشكلة الطاقة. زي ما احنا عارفين روسيا وأوكرانيا، يمكن روسيا من أول دول العالم في إنتاج وتصدير النفط، دولة طبعا كبرى ودولة عندها معادن، عدد كبير من المعادن اللي بتأثر على سلاسل التوريد العالمية اللي بتأثر على الصناعة، بالإضافة إلى أن 40 أو 30% من إنتاج القمح على مستوى العالم زي ما احنا عارفين وسمعنا طبعا هذه المعلومات من روسيا ومن اوكرانيا. وبالمناسبه روسيا كمان عندها 80% من حجم صادرات القمح على مستوى العالم. فبنتكلم في الحبوب الرئيسيه اللي بتتحكم في الغذاء. في وقت لينا بتكلم على كوفيد 19 او فتره كوفيد، لان الدول كثيره والدول الفقيره بالذات تاثرت بازمه كوفيد، وكم المساعدات اللي منحت للدول الفقيره او دول اكثر فقرا كم كبير جدا. فالنهارده بنرجع تاني نضغط تاني على الدول الفقيره والدول اكثر فقرا في موضوع الغذاء او موضوع تمويل الغذاء. ده حتى يمكن اكيد سمعتي على التقارير اللي في اوروبا وامريكا، ان مثلا المانيا بتفقد 10% او قد تفقد 10% من الشركات بتاعتها نتيجه هذه الازمه. وطبعا المانيا تم بنسبه 40% على النفط والغاز الروسي. النهارده الولايات المتحده بتعاني وبتشهد اكبر نسبه تضخم لم تشهدها من سنوات، 4%. مصر طبعا عندها نفس المشكله. دول كتيره جدا. الحقيقه الحرب، هذه الحرب كانت في منطقه يعني قد تبدو بعيده عنا، ولكنها للاسف طبعا قرب من الصين. وانا سامع التقرير بتاعكم، الصين النهارده يعني بتحاول انها لا تكون طرف. ولكن بالمناسبه خلي بالك، هو الهدف التكتيكي زي ما احنا بنقول، الهدف التكتيكي هي روسيا، لكن الهدف الاستراتيجي للولايات المتحده للاسف لازم الكلام ده نبقى فاهمينه، هي ليست روسيا هي المقصوده. الهدف الاستراتيجي هي الصين، وهو ضرب الصين او جر الصين. جر الصين وليس ضرب الصين، جر الصين لاشكاليات سواء اقتصاديه وجر الصين لمناوشات من خلال وضع روسيا في المحك. يا اما روسيا علاقتها مع روسيا، وهي علاقه استراتيجيه وفي السنوات الاخيره زادت بشكل كبير هذه العلاقه، يا اما علاقتها بباقي العالم. نعم. ومنها دكتور عمرو، اسمح لي التدخل في هذه النقطه تحديدا. يعني هناك الكثير من التحليلات الاقتصاديه والسياسيه بالطبع تقول بأن على الرغم من الخلافات الأيديولوجية والفكرية والدبلوماسية التي قد تكون في يوم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إلا أن هناك تقارب في المصالح يحدث الآن، خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية. ماذا عن هذا الجانب تحديدا، حتى وإن هناك توقع بأن هذه الأزمة ربما يعني عمرها لم يحدد بعد حتى الآن متى ستنتهي تحديدا، إذا التقارب الصيني الأمريكي الذي يحدث الآن ماذا عنه؟ طيب، هو أولا خلينا نفهم بعض الأمور أو بعض النقاط التاريخية والجيوسياسية. أولا الخلاف بين الصين وبين الغرب وبالذات المملكة المتحدة بريطانيا قديم جدا. كان عارفين حرب الأفيون وعارفين قد إيه بريطانيا كان لها مستعمرات وكانت تطمح في الاستحواذ على الصين. طبعا هذا التنظيم الصيني صعب الاستحواذ عليه، يعني استحوذت على هونغ كونغ كجزء بسيط من الاراضي الصينيه. فهناك خلاف غربي بين الصين وبين الغرب متمثل في المملكه المتحده. بالمناسبه يعني في هذه الازمه وفي ازمات كثير، يمكن الكلام اللي هقوله مايت بي شوكينج او يعني قد يصدم، لكن بريطانيا هي المخ والولايات المتحده هي العضلات في كثير من الازمات العالميه. ما يتم التخطيط له في لندن
بالتعاون مع الولايات المتحده، وتقوم الولايات المتحده، لان العالم الانجلو ساكسون مرتبط ببعضه، بريطانيا والولايات المتحده، في طبعا تشابه كبير ومصالح كبير ووحده فكريه وتاريخيه وحتى دينيه بين الكتلتين. فتاني من واحد، نمره اثنين، الهدف جر الصين الى اشكاليات. طبعا الصين، هذا التنين الصيني الثقيل الذي لا يتحرك بسهوله، عارف ان هو بيتم وضع له فخ وفاهم هذا الكلام كويس، ولذلك هو يعني بريزيستنج او بيقاوم كل الوسائل الا يتم جره الى اي صراع من اي نوع من الانواع. ده نمره اثنين. نمره ثلاثه، انا ما اعتقدش ان في تقارب صيني وامريكي، حتى اذا كان هذا التقارب فيمكن ده تقارب تكتيكي وليس استراتيجي، لان هناك ما الفرق؟ حرب يعني لفترة معينة أو لظرف معين أو ليوم معين أو لشهر معين أو أسبوع معين، مجرد المناورة، ولذلك هو تكتيكي للمناورة وليس استراتيجي. ليه مش استراتيجي؟ لأن هناك حرب لم يعلن عنها، وهي دائرة منذ 10 سنوات، هتوفيني في الرأي، بين الولايات المتحدة وبين الصين. من يستطيع أن يستحوذ على الكحكة الكبرى من الناحية العسكرية الاقتصادية، لم تكن من الناحية العسكرية. النهارده الصين عندها قوة اقتصادية كبيرة جدا، بدأت تدخل في مجالات كثيرة جدا، بدأت تزعج الولايات المتحدة بالذات في مجال الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي والكوميونيكيشن والاتصالات. حتى ان الحرب الدائرة الحالية هي حرب ال 5G، يمكن احنا سمعنا على قضية هواوي او الحجز على او القبض على 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 رئيس شركة هواوي في كندا وتقديم للمحاكمة، كان يعني احدى اوراق الضغط الامريكية على الصين حتى تتخلى الصين عن هذا المجال اللي هيسيطر عليه، هيسيطر على العالم وعلى كل المعلومات والبيج ديتا اللي موجوده على مستوى العالم. فالحرب موجوده ونشات ولن تتوقف، ولا نعرف مثلا ما يعني متى سوف تتوقف، لان الحرب شرسه، وحتى ان لم يعلن عنها ولا نراها لكنها موجوده تحت الطاوله. فعشان كده بقول احنا مش عارفين ومش هنعرف لحد امتى هذا الصراع يستمر، وإذا كانت هناك مناورات فأنا رأيي الشخصي أنها مناورات أو تخارب تكتيكي وليس استراتيجي، للثلاث أسباب اللي أنا قلت لهم، والخلاف التاريخي ما بين الصين وبين الغرب، ولأن الولايات المتحدة في معركة مع الصين، وصيف في معركة مع الولايات المتحدة، لا أعتقد أنها سوف تتوقف أو تتوقف أو تنتهي بتقارب تكتيكي قصير المدى. طيب دكتور عمرو، على ذكر فكرة أن حتى هذه اللحظة غير متوقع حتى من الممكن أن تنتهي هذه الأزمة، ولكن تداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة، هل نستطيع القول أنها تداعيات اقتصادية ستكون على المدى القصير، ربما يتعايش معها العالم هذه الفترة فقط، ولكن أم على الجانب الآخر هي تداعيات اقتصادية سيكون لها أثر أيضا على المدى البعيد؟ دكتور عمرو، بعض المحللين الاقتصاديين تحدثوا عن احتمالية أن العالم سيحتاج ربما 30 عاما على الأقل لتلافي ما سببته هذه الأزمة من سلبيات اقتصادية. شوفي سيدي الفاضلة، نحن لسنا في أزمة، نحن في حرب عالمية ثالثة تأخذ البعد الاقتصادي. لقد تم الضغط على الزر، وهناك حرب نشأت وتنشأ بين الولايات المتحدة وبين الصين وروسيا من ناحية، هي حرب عالمية، لأن العالم كله ينجر إلى هذه الحرب. احنا شفنا الصين بتحاول إنها تقاوم جزر فوكلاندز والأرجنتين على بريطانيا كرد فعل على تقويم هونج كونج وتايوان على الصين. العالم بدأ يدخل في صراع. أنا برأيي إن احنا ليه دخلنا في حرب عالمية ثالثة؟ لأن احنا وصلنا الى نقطة لا عودة، بمعنى انا في رأيي الشخصي ان بيتم الان تشكيل النظام العالمي الجديد. ازاي؟ النهاردة بيتم التخلي عن او نداءات للتخلي عن الدولار مقابل الروبل واليوان، نداءات لوضع نظام عالمي جديد من قبل روسيا حتى في مجال الانترنت ومجال الارتفيشال انتليجنس. هناك رغبة من روسيا انها تبتدي تشوف تكتلات وتحط تكتلات جديدة وتغير في النظام المالي في العالم، لان زي ما انا قلت الحرب موجودة وابتدت، وبالتالي هي ليست فقط حرب بين اوكرانيا وروسيا وحرب دبابات وحرب صواريخ، لا، هذا في صراع عن صراع قوة، وزي ما بيقولوا يعني حرب تكسير عظام بين القوتين العظميين. هذه الحرب ليست فقط حرب عسكرية، هي حرب اقتصادية، وسيتم فيها استخدام كافة الوسائل، حتى يمكن احنا سمعنا
التصريحين الحقيقه انا اقلقوني بشده، تصريح بايدن ان بوتين مجرم حرب ولم يعد له سلطه لاستمرار السلطه، طبعا تصريح خطير من رئيس دوله في تدخل في شؤون روسيا او دوله اخرى يعني لم اكن اتوقعه. والحاجه اذا افهم من حديثك دكتور عمرو يعني ان يعني مع ما يدور الان ربما الأسوأ اقتصاديا لم ياتي بعد حتى هذه لا الحاجه الثانيه كنت اقول لك ان طيب سريعا يعني يا فندم اتفضل طويل بان ممكن يكون في استخدام للاسلحه النوويه الروسيه، عشان كده بقول النهارده احنا في نفق لا نعلم ما هو مفهوم بقى. يا فندم انا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور عمرو صالح استاذ الاقتصاد ومستشار البنك الدولي سابقا كنت ضيفنا عبر الهاتف، شكرا لك.